أقول أمي إنني أسبح الله وأحمده وأكبره وأهلله وأختم بتبارك الله كثيرا قبل نومي، فإني أريد أن توضحوا لي فوائد ذلك جزاكم الله خيرا، وأي الكتب تنصحونني لمراجعته لأفضل فوائد ولا سيما الأدعية جزاكم الله خيرا. نعم، ذكر من ذكر الله عز وجل هذا شيء طيب. قال الله تعالى: اذكروا الله ذكرا، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. قال تعالى: فاذكروني أذكركم واشكروني ولا تكفرون. قال سبحانه وتعالى: واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، إلى غير ذلك من الآيات والأحاديث الواردة في فضل الذكر، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه عز وجل أن الله سبحانه وتعالى يقول: من ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، ومن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، يعني الملائكة. فالإكثار من ذكر الله عز وجل ولا سيما عند النوم والانتباه هذا عمل جيد وفيه فضل كبير. أي ابتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على كل أحيان، هذا من حيث الذكر المطلق. وأما الذكر المقيد عند النوم، قد صح في الحديث أنه يقرأ آية الكرسي بقوله صلى الله عليه وسلم أن من قرأها عند نومه أنه لا يزال عليه من الله حافظ ولا يقربه شيطان حتى يصبح. كذلك يقرأ بسورة الإخلاص والمعوذتين ويكرر ذلك، وإن قرأ في نفس في كفيه ومسح بهما ما أقبل من جسده على وجهه وما أقبل من جسده، فهذا طيب وفيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. وكذلك يقول: اللهم إني وضعت جنبي إليك وأسلمت وجهي إليك وعورت أمري إليك وألجأت ظهري إليك رهبة رهبة إليك، لا ملجأ ولا منجأ منك إلا إليك، اللهم آمنت بكتابك الذي أنزلت وبنبيك الذي أرسلت. ويجعل هذا آخر ما يقول كما جاء في الحديث. وإن قال: باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، من شكت نفسي أرحمها وإن أرسلتها فاحفظها ما تحفظ به عبادك الصالحين، فهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضا. وإن بالاستيقاظ من النوم يذكر الله عز وجل بأن يقول: لا إله إلا الله، وإن قرأ الآيات التي في آخر سورة آل عمران: إن في خلق السماوات والأرض كما في الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وأما وإذا قال أيضا: اللهم إذا قال: بسم الله نحيا وبه نموت، أو قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور، الحمد لله الذي كفاني وآواني، الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، فكل هذا قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأما الكتاب الذي تضمن هذه الأذكار وغيرها، الكتب في هذا كثيرة ولله الحمد، ولكن من أحسنها الوابل الطيب للعلامة ابن القيم، وكذلك الكلم الطيب لشيخ الإسلام ابن تيمية، وكذلك الأذكار للإمام النووي. هذه كتب جليلة ومؤلفوها أئمة كبار من أئمة الإسلام، فإذا كانت عند السائلة أو واحد منها فلتراجعها. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.